السوداني يواصل حواراته في نيويورك، مطالبات بطرح ملف التحالف الدولي والكشف عن موعد الانسحاب. وصفت بأخطر ملفات الفساد، الاستحواذ على القصور يعود للواجهة، ومؤشرات لاستمرار تهريب نفط الإقليم. غارة إسرائيلية كثيفة على بلدات جنوب لبنان، والاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق نازحي غزة. جولة المنتصف، أهلا بكم. يواصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سلسلة اللقاءات مع رؤساء وقادة دول ومنظمات دولية على هامش مشاركته في نيويورك باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبحث السوداني باجتماعات منفردة مع ولي العهد الكويتي صباح خالد الصباح استئناف عمل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين، فيما التقى أيضا بالرئيس اليمني رشاد العليمي، حيث تم مناقشة إعادة تبادل فتح السفارات بين البلدين، فيما أكد رئيس الوزراء لمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التزام العراق بمعايير حقوق الإنسان كونه طرفا في الاتفاقيات الدولية بالحقوق المدنية والسياسية. قبل ذلك أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحقيق السلم يتطلب جهدا دوليا مشتركا، مبينا أن الدبلوماسية والحوار هما المفتاح لتحقيق الاستقرار. يسعى العراق إلى تعزيز علاقاته الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع الالتزام بمبدأ عدم السماح باستخدام أراضيه للاعتداء على الدول الأخرى، إذ أن احترام القانون الدولي وتبني مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يشكل جوهر سياستنا. ندعم جميع الجهود للنهوض بحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية، كما نركز على بناء مؤسسات فعالة وشفافة وتحديث البيانات عبر التعاون مع المنظمات الدولية. أن تحقيق السلم يتطلب جهدا دوليا مشتركا، ونرى أن الدبلوماسية والحوار هما المفتاح لتحقيق الاستقرار، وندعو إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن البري والبحري والسبراني والفضاء الخارجي بما يضمن الأمن الشامل. العراق ملتزم بالعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مشتركة، ونحن على ثقة بأن تعاوننا سيسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. ومن المتفق عليه أن التطور والتنمية المستدامة وفي جميع المجالات لا يتحقق ونحن تحت تهديد الحرب في المنطقة والتي تهدد السلم العالمي، لذا من الواجب العمل على إيقاف العدوان والحرب وتثبيت الأمن والاستقرار. طالبت لجنة العلاقات الخارجية النيابية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإيصال رسالة للمجتمع الدولي خلال زيارته إلى نيويورك بعدم حاجة العراق لقوات أجنبية. عضو اللجنة جبار الكناني قال إن السوداني سيلتقي قادة وزعماء العالم، وعليه إبلاغهم بقدرة القوات الأمنية العراقية على حماية البلاد، مشددا على ضرورة استثمار الزيارة بأقصى حد ممكن وطرح كافة الملفات المرتبطة بالعراق ارتباطا مباشر. كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن تفاصيل خطة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق. عضو اللجنة علي البنداوي أوضح أن تحديد موعد خروج قوات التحالف من العراق حدد من قبل اللجنة المشكلة بين بغداد وواشنطن، لافتا إلى أن انسحاب التحالف إلى قواعد في أربيل يأتي ضمن خطة الجدولة والمراقبة الأوضاع في المنطقة وداخل البلاد، وأضاف أن القوات الأمريكية ستكون آخر المنسحبين من العراق. من جهته طالب زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر البرلمان بإصدار أو استصدار قرار برلماني لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي في العراق،
وقال الصدر في بيان أن البرلمان مطالب بإصدار قرار بعيد عن العنف لتقليل التمثيل الدبلوماسي الأمريكي كمرحلة أولى مع الاستعداد لدعم القرار شعبياً، داعيا منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية لاتخاذ موقف وعمل موحد لاستصدار قرارات ضد أمريكا والاحتلال الإسرائيلي. أعلنت الفصائل العراقية مهاجمتها بمسيرات هدفاً في غور الأردن بالأراضي المحتلة، وذكرت المقاومة في بيان أن الاستهداف جاء عبر طيران الأرفد المسير ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مؤكداً استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. وصف على الإطار التنسيقي عدم اختيار رئيس للبرلمان لغاية الآن بالخلل الدستوري الكبير، وقال النائب عن الإطار فراس المسلماوي إن القوى السياسية تسعى إلى حل أزمة رئاسة البرلمان وإنهاء هذه المشكلة التي أخذت الكثير من الوقت، لافتا إلى أن المضي بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لن يمر كونه مرفوض من قبل قوى الإطار، وأضاف أن اختيار رئيس جديد للبرلمان لم يحسم قريبا بسبب الخلافات المعقدة. اتهمت الجبهة التركمانية إدارة محافظة صلاح الدين بتهميش دورها منذ 2013 والتفرد بالقرارات بعد اختيار قائم مقام لطوز خورماتو دون التشاور معها، وأعربت الجبهة في بيان عن استغرابها إزاء القرار المتعلق بتعيين قائم مقام جديد للقضاء دون التشاور مع القوى السياسية والشخصيات المؤثرة في المنطقة، مشيرة إلى أن أي خطوة تؤثر على هذا التنسيق قد تضعف التماسك الاجتماعي وتؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين بمؤسساتهم. باستضافة المحافظ والمعاون الفني، عقد مجلس محافظة ذي قار جلسته 31، فيما شهدت الجلسة قرارات عدة تتضمن خطة تحويل الأجور إلى عقود والمنافع الاجتماعية وإحالة مشاريع المحافظة. جلسة مجلس محافظة ذي قار 31 باستضافة السيد المحافظ والمعاون الفني مناقشة عدة قرارات، من أهمها مناقشة خطة المنافع الاجتماعية وما تحتاجه الأقضية المستفادة من هذه الخطة وإدراج العديد من المشاريع منها الصحة والتربية والبلديات وغيرها. كذلك تمت مناقشة تحويل الأجور اليومية إلى عقود، وسوف يرفع مجلس محافظة كتاب إلى الحكومة المركزية من أجل حلحلة هذا الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله. الموضوع الأهم وهو مناقشة درجات 9000 درجة ملف التعيينات والعقود. الحمد لله والشكر حسب ما وصلنا حاليا وتواصل السيد المحافظ مع اللجنة المشكلة في هذا الخصوص، تم الإيعاز أن يوم الأربعاء هو إصدار الأوامر الإدارية كأقصى وقت ممكن لإصدار الأوامر الإدارية وللجميع دون الاستثناء. على مستوى مجلس محافظة بغداد، أعلنت كتلة التقدم في المجلس المضي بجمع تواقيع لاستجواب رئيس مجلس العاصمة عمار القيسي، وكشف أعضاء الكتلة خلال مؤتمر صحفي عن وجود خروقات قانونية وإدارية تدين القيسي. سنمضي باستجواب رئيس مجلس محافظة بغداد استنادا إلى المادة 122 رابعا والمادة 7 ثانيا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة في الإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل والمادة 26 من النظام الداخلي لمجلس محافظة بغداد، وبناء على موافقة السادة أعضاء مجلس محافظة بغداد بكافة كتلهم سنقوم باستجواب السيد رئيس مجلس محافظة بغداد عمار القيسي، وذلك لوجود خروقات قانونية وإدارية
تدين رئيس المجلس بإقالته، نحن كأعضاء مجلس محافظة بغداد أكملنا كافة المتطلبات فيما يتعلق في هذا الأمر. بينما يقترب موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، تتصاعد المطالبات بالتنافس الجدي بين الأحزاب والابتعاد عن حملات التسقيط وإيجاد حلول جدية للأزمات المستعصية. والمجتمع في إقليم كردستان يتطلع أيضا لحلول جدية. الآن التنافس والدعايات الانتخابية والبرامج الانتخابية ستركز على الحلول للأزمات المستعصية والمزمنة في الإقليم. اليوم ندعو جميع المرشحين إلى عدم استغلال التسقيط السياسي وعدم استغلال المال العام وكذلك عملية السجال السياسي الموجود أو يعني إطلاق التهم بدون يعني لغرض الدعاية الانتخابية من قبل بعض المرشحين. ندعو إلى تهدئة الأوضاع بين جميع الأحزاب الكردية الموجودة في داخل إقليم كردستان من أجل يعني خلق جو يعني آمن وجو هادئ بالنسبة إلى الدعاية الانتخابية، من أجل إعطاء حرية للناخب الكردي لاختيار يعني المرشحين. كشفت لجنة النزاهة النيابية عن أخطر ملفات الفساد في العراق تتعلق بالقصور الرئاسية، وقالت عضو اللجنة سروى عبد الواحد إن قصور الموصل تم عرضها على المزاد، وهي الحالة الثانية بعد قصور البصرة، مؤكدة أنها وفقا لكتاب هيئة الاستثمار فأن المخططات غير واضحة كما يجب أن تكون، وهناك مخططات واضحة حول الغزلان والقصور. وصف عضو مجلس النواب ياسر الحسيني حجم الفساد في ملف عقارات الدولة بالكبير والخطير، وقال الحسيني إن طيلة السنوات الماضية لم يتم فتح ملف عقارات الدولة لوجود تغطية سياسية لهذا الفساد، لافتا إلى أن القصور وغيرها من عقارات الدولة من الممكن أن تقدم كفرص استثمارية حقيقية بدل الاستحواذ عليها من قبل المتنفذين. تقدم المشاريع الاستثمارية في العاصمة بغداد، الأرياف والمساحات الخضراء. من ضمن هذه المساحات مناطق محيط مشروع مدينة علي الوردي السكني في النهروان. هذا الملف سنسلط عليه الضوء في هذا التقرير. التوسعة العمرانية وحل أزمة السكن قد تمثل الحلم الأكبر لأغلب المواطنين، لكنها تصبح كابوسا هنا في بعض قرى ناحية النهروان، يرعب ساكنو وفلاحو المناطق الزراعية بتجريف أراضيهم المتعاقدين عليها في سبعينيات القرن الماضي. تتمثل ملامح هذا التهديد باجتزاء مساحات كبيرة من الأراضي المستصلحة زراعيا وضمها إلى مشروع مدينة علي الورد السكنية، رغم أنه يبعد أكثر من 15 كيلومتر مربع للجانب الآخر من هذه الأراضي. نحن أبناء قرية الخزعلية جمعية الخلود الفلاحية، قامت شركة المعتصم وشركة الرافدين بالتجاوز على أراضينا بحجة علي الوردي. الكتاب يقرأ علي الوردي، من نشوف الكتاب نقول علي الوردي. أول ما طبوا جونا قلنا لهم يابا علي الوردي تبعد عنا، هسه قاموا يناشدون يحجون بتوسعة أراضي مدينة النهروان. علي الوردي يقولون مقترح رقم واحد، مقترح رقم واحد يعني داخل حدود مدينة النهروان، يعني بالجهة اليمنى. احنا بالجهة اليسرى تقريبا 15 كيلو متر بعد عن هذا المقترح، يقولون عليهم حاجزنا ابو البلدية، قال اني القطعة هاي المساحة انا ما مسلمها، روحوا للإسكان. رحنا للإسكان، ابو الإسكان ايش قال لنا؟ قال شغل مو يمي، شغله يم رئاسة الوزراء. ومع وجود مساحات بديلة غير مستغلة زراعيا، يناشد أهالي هذه المناطق رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإعمار والإسكان بإعادة دراسة المكان بما لا يحقق ضررا يهدد مصير المزارعين وذويهم أو إيجاد تعويضات مالية تضمن
لهم شرف العيش. الأراضي عقود زراعية على 117 وعلى 35 وسالم مفعول. وإحنا نناشد رئيس دولة الوزراء السيد محمد سوداني المحترم والسادة الوزراء ووزير الزراعة ووزير الأعمار والإسكان أن يهتمون بهاي شغلتنا، لأن هاي الأراضي مالتنا أراضي عقود زراعية، ونرجو من عندهم الكف من هاي أراضينا، لأن هسه هم أخذوا من عندنا 1500 دونم، هسه جاي يتقدمون علينا بعد على أراضينا الباقية. الأراضي مالتنا مزروعة وأكو أراضي شاغرة مجاورة لأراضينا، فالمفروض بالدولة أنه تنظر لنا بعين العطف، لأن احنا ناس يعني ما عندنا مورد آخر غير الزراعة، ناس فلح من أبو جد، وهاي أراضينا من أبو جد احنا موجودين بها. الناشد رأس الوزراء والناشد الناشد المسؤولين أنه شوي ينظر لنا بعين العطف. ضرر كبير يستشعره فلاح هذه المناطق نتيجة التوسعات العمرانية التي تمضي بها الحكومة، لذا يناشدون الجهة المعنية لمراعاة مصالحهم. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد. أعلنت هيئة النزاهة عن صدور 27 أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات الخاصة خلال آب الماضي. النزاهة وفي بيان لها أكدت أن الأوامر شملت وكيل وزير وعضوين سابقين في مجلس النواب وأربعة مدراء عامين حاليين واثنى عشر سابقين، إضافة لمديرين عامين أسبقين، فضلا عن محافظين سابقين وعضو مجلس محافظة حالي. أكد النائب زهير الفتلاوي أن العديد من اللجان النيابية قدمت طلبات استجواب لعدد من الوزراء، إلا أن هناك كتل سياسية لا ترغب بتطبيق ذلك. ولفت الفتلاوي بحديثه للرابعة إلى وجود ضغط لعدد من النواب بضرورة تمرير الاستجوابات خلال الجلسات القادمة. جميع الاستجوابات اللي جرت في الدورات السابقة، تعرف هذه اليوم الاستجوابات سياسية طبعا، حتى احنا في هذه الدورة الخامسة قدمنا استجوابات فنية لعدة وزراء، منها وزير الكهرباء، سؤال شفاهي لوزير النفط، قدمنا استجوابات. ايضا اليوم الكتل السياسية ما ترغب بالاستجوابات ابدا في الفصول التشريعية السابقة طبعا. لازم يكون اكو توافق بالبرلمان حتى تكون استجوابات فنية. في هذا الفصل التشريعي بدت اكو ملامح لاستجواب وزراء واستجواب رؤساء هيئات مستقله في البرلمان على الفصل التشريعي، وهناك يعني تواقيع من عده نواب لهذا الغرض. طبعا ننتظر جلسات مجلس النواب في الاسبوع القادم حتى نشوف شنو صار على ملفات الاستجواب. يتصدر وزراء النقل والكهرباء والاتصالات قائمة الاستجوابات المرتقبة لمجلس النواب. مبررات الاستجواب ومخاوف التدخلات السياسية في هذا الملف رصدها أحمد ليث في هذا التقرير. لأسباب تتعلق بالتقصير في الإدارة وتقديم الخدمات وملفات أخرى تحدث عنها البرلمان في الاستجوابات المرتقبة لوزراء النقل والاتصالات والكهرباء، نشاط نيابي يعول مراقبون على استمراره في متابعة الأداء التنفيذي ومحاسبة المقصرين بإتمام واجباتهم. أكو قصور وقصور واضح، والشعب يأشر عليه بالأصابع العشرة. أن عدة مرات سمعنا من السيد السوداني بأنه هناك مراجعة لأداء الوزراء، ثلاث مرات قالها، ولحد الآن ما قدم أي وزير. كل العالم البرلمان هو يتابع عمل الوزارات، ومن خلال هذه المتابعة يأشر على مكان من الخطأ والصح. وتبقى المخاوف من تدخل القرار السياسي على البرلمان في عملية استجوابه للوزراء الذين ثبت بحقهم التقصير، أي بضغطه تجاه الاكتفاء فقط بالاستماع للتبريرات دون إعطاء المساحة الكافية بالتصويت على إقالة المتلكئين. أزمة الكهرباء التي مرت على العراق أزمة واقعية عانى منها الشعب العراقي كثيرا، وطريق التنمية ومشاريع النفط التي أقرت
ووافق عليها وزير النقل مشاريع الاتصالات، الجانب السياسي قد يعطل هذا وقد يؤدي إلى استجوابهم، ولكن مع الموالاة ومع التبرير لهذه الوزارات، وهذا ما لا يجب. وبتأكيد جديد للبرلمان على أنه سيمضي باستجواب عدد من الوزراء بأقرب جلسات له، معتمدا على ملفات التقصير التي يمتلكها، وتحديدا في الوزارات الثلاث: الكهرباء والنقل والاتصالات. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. أكدت لجنة النفط والغاز النيابية عدم التزام حكومة الإقليم بقرارات الحكومة الاتحادية حتى بعد تخفيض أوبك الأخير. عضو اللجنة باسم الغريباوي أوضح أن غياب الضغط على الحكومة المركزية أو من الحكومة المركزية على الإقليم لحل أزمة تهريب النفط ساهم باستمرار هذه الخروقات، مشددا على ضرورة وضع حلول حقيقية لإنهاء هذا الملف. وصف النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي مشروع أنبوب العقبة بالفاشل، مشيرا إلى اتساع قاعدة رفضه شعبيا. وقال الصالحي إن المشروع يؤكد الضرر الذي سيلحق بالعراق في مقابل فائدة كبيرة للأردن ومصر، فضلا عن إمكانية وصول النفط العراقي عن طريق هذه الدول إلى الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن المشروع سيكلف البلاد مبالغ كبيرة ومن غير جدوى اقتصادية. من أمام مبنى محافظة صلاح الدين تصدح أصوات المحاضرين بالمجان للمطالبة بالاستثناءات في إجراء التعيين. دعوات المعتصمين وحديث وزير التربية وثقها مراسلنا محمد الربيعي. بدر الفحل وعدك وين؟ بدر الفحل وعدك وين؟ مو صار ننطر شهرين؟ مو صار ننطر شهرين؟ 7 أيام متواصلة من الاعتصام المفتوح أمام مبنى محافظة صلاح الدين. هكذا فضل الخريجون والمحاضرون المجانيون في المحافظة أن يؤكدوا مطالبهم بالاستثناء في عملية تعيينهم كونهم خريجو السنوات السابقة والذين لم يشملوا رغم تعيين أقرانهم. إحنا المعتصمين مقابل ديوان مجلس المحافظة منذ هذا اليوم السابع على التوالي مفترشين الأرض، لم يخرج لنا أي مسؤول، لا سيد المحافظ ولا رئيس المجلس ولا أعضاء مجلس المحافظة ولا أعضاء مجلس النواب. اليوم صلاح الدين تعاني التهميش من قبل على موضوع الاستثناء. اليوم صلاح الدين لم تستثنى أسوة بقية المحافظات، هناك 10 محافظات تم استثناؤها إلا صلاح الدين. صلاح الدين هنالك تسويف وهناك مماطلة من قبل السياسيين. المعتصمون الذين هتفوا بشعارات تطالب الحكومة المحلية بالاستماع لهم وتحقيق مطالبهم سرعان ما أسعفهم حضور وزير التربية في المحافظة الذي التقى بمجموعة من المتظاهرين ووعدهم برفع أسمائهم إلى مجلس الوزراء لاستثنائهم بالتعيين. احنا كمجلس وزراء يجب ان الحكومة المحلية كمجلس وكمحافظة تكون هناك كتاب من المجلس وكتاب من المحافظة، اضافة الى قوائم اسماء تتضمن هؤلاء المحاضرين الذين لم تظهر اسماءهم، ووعدنا سيد المحافظ ان تكون هذه الاسماء والكتب الرسمية في يعني يعز الى احضارها الى مكتب السيد الوزير، وبعدها إن شاء الله أنا سوف أطرحها في مجلس الوزراء وإن شاء الله سوف نحصل لهم استثناء من حصة المحافظة اللي هي 7400 إن شاء الله. 10 سنوات وأزمة تعيين الخريجين والمحاضرين المجانيين تتفاقم يوما بعد آخر دون وضع حلول منطقية وواقعية، مشكلة باتت ترهق الخريجين والجهات الحكومية وتتطلب وضع خطط استراتيجية مدروسة للخلاص منها. محمد عادل الربيعي، الرابعة، صلاح الدين. تحديات شائكة يواجهها قطاع التعليم في البصرة. مراسلنا في المحافظة أحمد رائد رصد لنا معاناة نقص الأبنية المدرسية واكتظاظ الطلبة وحديث الحكومة المحلية في هذا التقرير.
مع انطلاق العام الدراسي الجديد، عاد أكثر من مليون تلميذ في محافظة البصرة إلى صفوفهم المكتظة. وسط النقص الحاد في عدد الأبنية المدرسية، تربية المحافظة أكدت حاجتها إلى أكثر من 500 بناية مدرسية لفك ازدواجية الدوام. تربية البصرة لديها حوالي الآن 1200 بناية، تشغلها حوالي 2100 يعني مدرسة. عموما نحتاج إلى حوالي 500 مدرسة لفك الازدواج، وأعتقد بأن هذا بدأت بوادر واضحة من خلال مشروع تنمية الأقاليم الذي تطلع به المحافظة. وتبنت حكومة البصرة المحلية من خلال خطة مشاريعها للعام الجاري إنشاء 200 بناية مدرسية توزعت على عموم المحافظة، في وقت تعترف فيه مديرية التربية بوجود نقص كبير في الأبنية تسبب بمشكلات تتعلق بالدوام المزدوج وحتى الثلاثي. الخطة الطبيعية وصلتنا من محافظة البصرة، تضمن تقريبا 206 مدرسة، إن شاء الله راح يتم إدراجها وإحالتها هذا ضمن خطة 24. هذه المدارس هي حاجة فعلية لمناطقنا، ولكن إذا تسألني هل هذه حاجة متكاملة للمحافظة، أقول لك لا، هناك الكثير من المدارس محتاجينها بمناطقنا، خاصة أقضية النواحي، عندنا المناطق النائية باعتبار أكو تمدد سكاني، صار عندنا مناطق زراعية تم سكنها بالفترات الأخيرة وهالمناطق غير مخدومة. وتكتظ أغلب المدارس الحكومية بالطلاب مع تدني المستوى التعليمي وعدم توفير البيئة التعليمية المناسبة ونقص الكوادر التربوية، وهذا ما يدفع العوائل العراقية إلى التوجه نحو المدارس الأهلية التي تضعهم في سطوة أجور التسجيل المرتفعة. ويواجه قطاع التربية تحديات جمة تؤثر على جودته وكفاءته، مما يعيق تطوير العملية التربوية وينعكس سلبا على التلاميذ. لقناة الرابعة، أحمد رائد، البصرة. حذر النائب عن محافظة ذي قار داخل راضي من خطورة شح المياه التي ضربت وسط وجنوب العراق، وقال راضي إن أزمة المياه لا تزال قائمة حيث تعاني منها جميع المدن، إلا إنها تتركز في مناطق الوسط والجنوب التي تضررت أكثر من أي منطقة أخرى في البلاد، لافتا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب جهدا حكوميا ودبلوماسيا لزيادة كميات المياه الواردة إلى العراق. تقييم التأثيرات المناخية على الأمن القومي بجانبه الصحي كان مدار مؤتمر أقيم في العاصمة بغداد. بحث أيضا آليات التواصل بين بغداد وأربيل لتحديد مخاطر هذه التأثيرات وطرق معالجتها. المؤتمر عقد بناء على تنسيق مشترك بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مجموعة مؤسسات من الدولة، الغاية من تسليط الضوء على المتغيرات المناخية وآثارها المباشرة على الجانب الصحي، على الأمن الصحي. وانخرط في هذا المؤتمر تقريبا 9 مؤسسات من إقليم كردستان و12 مؤسسة من الحكومة الاتحادية، بما بها وزارة الصحة، وزارتي الصحة ووزارتي البيئة ووحدة المتغيرات المناخية في مكتب رئيس وزراء الإقليم، لإثارة موضوع مهم جدا ويشمل جوانب متعددة ليدخل في حياة الإنسان، ولا هو الأمن الصحي. الأمن الصحي نتيجة التغيرات المناخية وتأثيراتها والتحديات الكبيرة التي نواجهها. ومن أهمية هذا المؤتمر إنه شراكة بين حكومة الأقليم وحكومة الاتحادية. شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا وعنيفا استهدف عدة قرى وبلدات لبنانية في الجنوب والبقاع، وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان بارتفاع عدد الغارات التي استهدفت مناطق الجنوب 1 إلى 80 غارة
خلال نصف ساعة فقط، مشيرة إلى استشهاد مدني وإصابة 6 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بوادي في البقاع. قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيف بوريل إن وقف إطلاق النار بات أمرا ملحا سواء في لبنان أو في قطاع غزة. وأضاف بوريل إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد في لبنان عقب الهجمات التي وقعت الجمعة الماضية في بيروت، مشددا على ضرورة تجنب الحرب الشاملة من خلال جهود الوساطة الدبلوماسية المكثفة والمتجددة. أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله فشل الاحتلال في تحقيق هدفه المتمثل بإعادة المستوطنين إلى الشمال أو فرض وقف إطلاق النار. وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد فضل بزي، أشار فضل الله إلى أن كل تصعيد ضد لبنان يؤدي إلى نتائج عكسية. جاءت عملية الفجر باستهداف منشآت عسكرية استراتيجية للعدو، المصانع والقاعدة الجوية التي يعتبر العدو أنها واحدة من مفاخره، أنشأها في الأربعينيات الاحتلال البريطاني، ولا يزال العدو يعتبرها واحدة من مفاخره. ولست هنا في موقع المبالغة، معطيات المقاومة أن صواريخها وصلت إلى هذه القاعدة وحققت إصابات مباشرة. ادعائه يوم أمس وطوال يوم أمس وفي الليل أنه يقوم بعملية استباقية كما فعل في عملية الأربعين ونفذت عملية الأربعين، كل الغارات التي قام بها، ونحن لا نتحدث عن حجم ما يحققه العدو، لكن إن شاء الله يأتي يوم بعد انتهاء هذه الحرب لتكتشفوا حجم الكذب وحجم التضليل الذي يمارسه العدو. نحن نعرف ماذا يستهدف في هذه الغارات، لكن كثير من غاراته واعتداءاته لا تصيب شيء. من جهته شدد نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله على أن جبهة الإسناد اللبنانية مستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي إلى أن تتوقف الحرب على غزة. قاسم خلال مراسم تشييع الشهيد القائد إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية أشار إلى أن ما جرى مؤخرا من تصعيد للاحتلال يدفع لمعركة لحساب مفتوح. الإسناد اللبنانية لغزة مستمرة مهما طال الزمن إلى أن تتوقف الحرب على غزة. لن يعود سكان الشمال، بل سيزداد النزوح ويتوسع الإسناد، والحل العسكري الإسرائيلي يزيد مأزق إسرائيل وسكان الشمال ولا يعالج مشكلتهم. فاذهبوا إلى غزة وأوقفوا الحرب. لسنا بحاجة إلى إطلاق التهديدات، ولن نحدد كيفية الرد على العدوان. لقد دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها معركة الحساب المفتوح. استشهد 24 فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف مدرسة تأوي نازحين ومنازلاً وتجمعات لمواطنين بمناطق متفرقة بقطاع غزة. وذكر الدفاع المدني في غزة أن 7 مدنيين استشهدوا بقصف مدرسة تأوي مئات النازحين في مخيم الشاطئ، مشيرا إلى استشهاد 8 مدنيين بينهم أطفال في محافظة الوسطى و3 آخرين بالنصيرات وخان يونس. هذا تذكير بالأبرز. السودان
السوداني واصل حواراته في نيويورك، مطالبات بطرح ملف التحالف الدولي والكشف عن موعد الانسحاب. وصفت بأخطر ملفات الفساد، الاستحواذ على القصور يعود للواجهة، ومؤشرات لاستمرار تهريب نفط الإقليم. غارات إسرائيلية كثيفة على بلدات جنوب لبنان، والاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق نازحي غزة. دمتم بحفظ الله ورعايته.